تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل، وصباح الصحة، وصباح السعادة، ويومكم إن شاء الله مستمعينا الأعزاء دائما مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل له آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معي اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل، وأنا محدثكم عبد الله محمد جمعة. ومن خلال أيضا برنامج صحة وسعادة مستمعين الأعزاء دائما أرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ودائما مع فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واليوم عندنا خبر تحت عنوان نظام غذائي يقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. أما فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، ومع هاي المستجدات بتكون معنا اليوم عبر الهاتف زميلتنا الأستاذة أسمى الجناحي. أما فقرة أنماط الحياة اليوم تحت عنوان عودة مريض السكري لنمط الحياة المعتاد بعد شهر رمضان المبارك، وبنتحدث حول هذا الموضوع مع ضيفنا الدكتور محمد حسنين، استشاري سكري وغدد صماء بهيئة الصحة بدبي من مستشفى دبي، وحديثنا بيكون معاه في البداية عن الطبيعة والحالة الصحية العامة لمريض السكري، وأيضا النمط الخاص أو نمط الحياة لدى مريض السكري خلال الصوم في شهر رمضان المبارك، وأيضا الاختلافات التي ممكن تحصل أثناء فترة الصيام، وكيف يستعد أيضا مريض السكري للعودة إلى نمط الحياة المعتاد عليها بعد شهر رمضان المبارك. وآخر فقرة من فقرات برنامجنا هذا اليوم مستمعينا الأعزاء تحت عنوان اليوم العالمي للربو، وبيكون ضيفي الدكتور بسام محبوب، استشاري ورئيس قسم أمراض الجهاز التنفسي والحساسية بهيئة الصحة بدبي في مستشفى راشد، وحديثنا أيضا بيكون معاه عن اليوم العالمي للربو، وما هي أيضا العلاقة بين اللقاح كوفيد-19 والربو، ومواضيع أخرى حول هذا الموضوع. دائما مستمعينا الأعزاء نرحب بتواصلكم معنا ومع ضيوفنا على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى مستجدات السوشيال ميديا، وفي صفحات هيئة الصحة بدبي مع زميلتنا الأخت أسمى الجناحي. أختي أسمى صباح الخير. صبحكم الله بالنور سرور أخي عبد الله عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. يا صباح النور والسعادة أختي أسمى، وشو اليوم عندنا من مستجدات في وسائل التواصل الاجتماعي؟ أمس كان عندنا تقريبا نقول تحديث أو أبديت بخصوص مراكز تطعيم كوفيد-19 وموقع توفير الخدمة في إمارة دبي.
تم عرض نشرتين مهمات. النشرة الأولى هي للمراكز التابعة لهيئة الصحة بدبي واللي تقدم تطعيم كوفيد 19. التطعيمات المتوفرة في هيئة الصحة بدبي هي كل من تطعيم أو لقاح فايزر بيونتك وسينوفارم. تم أيضا وضع كل المراكز اللي توفر لقاح فايزر بيونتك وأيضا المراكز اللي توفر لقاح سينوفارم. أيضا تم نشر كيف الواحد ممكن يحجز موعد وأيضا كيف واحد يقدر يعني ينشر رقم سجل طبي وأيضا كيف ممكن الأشخاص اللي هم من 60 سنة فما فوق حجز موعد من خلال مركز الاتصال. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت موجودة في قنوات التواصل الاجتماعي هو الآن لقاح سينوفارم متوفر مجانا في المستشفيات الخاصة بالبيت. تم وضع كل قائمة بالمستشفيات الخاصة اللي توفر الخدمة في إمارة دبي. ولكن بالنسبة لحجز المواعيد، حجز المواعيد ليس من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي، ولكن في المستشفيات الخاصة حجز المواعيد يكون من خلال التواصل المباشر مع منصات المواعيد التابعة لهذه المستشفيات الخاصة المعتمدة في هذه النشرة. فاللي يبون ياخذ موعد في المستشفيات الخاصة ممكن يتواصلون مع المستشفيات المذكورة في النشرة مباشرة لحجز الموعد. أما بالنسبة لمراكز التابعة لهيئة الصحة بدبي والمستشفيات الخاصة توفر لقاح سينوفارم، بالنسبة للمراكز التابعة لهيئة الصحة فقط عن طريق تطبيق هيئة الصحة بدبي اللي هو DHAF. أيضا ضمن الأشياء دائما نحن فترة الأشخاص يرون الأسواق ويتشرون حق العيد كان حطينا نشرة حول الإجراءات الاحترازية والوقائية اللي ممكن ياخذها المتسوقين في مراكز التسوق عن زيارتهم المراكز وش الأشياء لازم يسوونها وكيف أنهم يقدرون يعقمون أغراضهم عند العودة من المنزل. تقريبا هاي كانت الأشياء الرئيسية لكننا حاطينها في قنوات التواصل الاجتماعي ونتمنى لهم الصحة والسعادة. نتمنى لك الصحة والسعادة أختي أسماء ويوم موفق إن شاء الله وسعيد وشكرا جزيلا لك. مستمعينا الأعزاء بعد الفاصل موضوعنا اليوم وضيفي الدكتور محمد حسنين استشاري سكري وغدد صماء في مستشفى دبي بهيئة الصحة بدبي وحديثنا بيكون معها عن عودة مريض السكري لنمط الحياة المعتاد. خلكم ويانا إن شاء الله فاصل وراجعين. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا مستمعينا الأعزاء على الأرقام 600-5514-14 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى فقرتنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء وتحت عنوان عودة مريض السكري لنمط الحياة المعتاد عليها بعد رمضان. ومثل ما تعرفون دائما مستمعين الأعزاء بأن لمريض السكري ظروف الصحية الخاصة اللي تستلزم الحقيقة مراعاة مجموعة من القواعد والتعليمات الصحية التي دائما تعزز من صحته وأيضا تمنعه من كثير من المشاكل أو المضاعفات التي ممكن أن تحصل له في حالة إذا ما كان عنده أي يعني معلومات أو برنامج تثقيفي على أساس أنه كيف يقدر يدير حالته بشكل ذاتي وبشكل صحي وبشكل سليم. لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع مستمعينا الأعزاء يشرفني أن يكون معاي اليوم عبر الهاتف الدكتور محمد حسنين استشاري سكري وغدد صماء في مستشفى دبي بهيئة الصحة بدبي. دكتور محمد صباح الخير. صباح الخير، كل عام وانتم بخير. الله يحييك دكتور محمد وكل عام وانت بخير، وسعداء جدا وجودك معنا اليوم دكتور في برنامج صحة وسعادة للحديث عن موضوع مهم الحقيقة ولفئة وشريحة يعني في المجتمع مهمة جدا المصابين بداء السكري، ونحن نعرف أن دائما الفئة هاي لها
ظروف صحية وأنماط حياة صحية الحقيقة تحتاج إلى مراعاة لبعض من القواعد والتعليمات الصحية. في البداية دكتور حابين أنك تحدثنا عن الطبيعة والحالة الصحية العامة لمريض السكري. بالتأكيد ده سؤال مهم جدا. الإنسان اللي عنده سكري عنده خلل في التوازن ما بين نسبة الإنسولين ونسبة السكر في الدم. السكر في الدم هو الطاقة لجميع خلايا الجسم، القلب، العين، المخ، الكلى، الكبد، جميع الخلايا بتعتمد في الطاقة على الجلوكوز أو السكر. صحيح. ضبط مستوى السكر في الدم بيعتمد على الإنسولين. مريض السكر سواء من النوع الثاني أو من النوع الأول عنده خلل في وظيفة أو في كمية الإنسولين. يعني المريض السكر من النوع الأول بيكون عنده ضعف شديد يكاد يكون انعدام نسبة الإنسولين. أما من النوع الثاني فبيكون في ضعف في الكمية أو في أو الوظيفة أو الاثنين. وبالتالي بيكون مستوى السكر عنده في الدم غير مضبوط، ويعتمد على العلاج ويعتمد على تنظيم الطعام ويعتمد على تنظيم المجهود حتى يستمر في هذا التوازن ما بين كمية السكر و الكمية الإنسولين المتوجة في جسمه سواء طبيعياً أو من خلال العلاج. صحيح. طبعاً في الأيام العادية لما تكون الحياة منتظمة، مواعيد الطعام منتظمة، كميات الطعام منتظمة، كميات المجهود منتظمة، بيبقى الأمر سهل. أما عند حدوث خلل في أحد المقاومات دي، إفراط الطعام، عدم عمل أي نشاط أو العكس نشاط زائد جداً، طبعا دي بتأثر. وبالتالي نقطة رمضان اللي هي فيها اختلال في تناول الطعام والشراب زائد طبعا المجهود. صحيح. طبعا دكتور تحدثت عن يعني جانب مهم جدا الحقيقة، بأن أيضا يعني نحن نذكر مستمعينا الأعزاء بأن مثل ما ذكر الدكتور محمد حسنين بأن هناك نوعين من أنواع السكري، قد يكون أكثر من نوع الحقيقة، ولكن اللي أكثر شيوعا هو النوع الأول والنوع الثاني. ونحن دائما ننصح بأن الشخص المصاب بداء السكري لابد أن يكون عنده ثقافة ودراية كاملة النوع السكر اللي عنده، على أساس أنه مثل ما ذكر الدكتور محمد لابد أنه يعرف كيف يدير الحالة المرضية، ويعرف يعني كل التفاصيل والجانب التثقيف الصحي بخصوص كل نوع، سواء كان النوع الأول والنوع الثاني، لأن كل نوع له يعني ظروفه الخاصة. مثل ما ذكر الدكتور محمد بأن النوع الأول يعني تقريبا الإنسولين معدوم، ولكن النوع الثاني هناك نسبة من الإنسولين ولكن يحتاج إلى علاج ويحتاج إلى برامج تثقيفية وعلاجية. دكتور محمد أنت ذكرت الجانب الصيام هو أيضا جانب مهم، لو تحدثنا أيضا عن نمط الحياة لدى يعني الشخص اللي مصاب بداء السكري، وبالأخص خلال يعني ساعات الصوم وبشكل عام يعني خلال شهر رمضان المبارك. مظبوط. طبعا أنا هتكلم على بافتراض أن الشخص بيعمل، بمعنى ذلك ليه؟ إن طبعا الشخص اللي عنده ملكية كاملة لوقته ممكن يكون سهران طول الليل ونايم طول النهار، فدي الاستثناءات. خلينا نتكلم عن الناس اللي في الظروف العادية زي وزيك، بيصحوا في الصباح يروحوا على جهة عملهم، وبالتالي أثناء رمضان في خلل في النقطتين. النقطة الأولانية إن في عدم تناول الطعام من الفجر للمغرب زي ما كلنا فاهمين. صحيح. طبعا بالنسبة لمريض السكر لو هو بياخد علاج، وعلاج بيحفز إفراز الإنسولين من الدم، هذا القرص أو هذه الإبرة غير مدركة إن أنا لن أتناول الطعام لخمستاشر ستاشر ساعة في اليوم. دي النقطة الأولى. صحيح. النقطة الثانية طبعا بعد صيام عدد ساعات كبير، زائد طبعا العادات المكتسبة في المجتمع من الإفراط في تناول بعض المشروبات أو بعض الوجبات، بتنقل الإنسان من حالة صيام لحالة إشباع شديد من السعرات والمواد السكرية والمواد الدهنية. صحيح. النقطة الثالثة المهمة اللي هو تغير مواعيد النوم وساعات النوم. أثناء رمضان أنت عليك تصحى علشان السحور، وده مهم جدا 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 لمريض السكر حتى. صحيح. لا يزيد من فترة صيامه. فهذا الخلل في عدد ساعات النوم
وفي تناول الطعام في وقت مختلف بيؤدي إلى تغيرات في جسم الإنسان لابد أن مريض السكر يقدر يتعامل معها، طبعا بالتعاون مع المتخصصين في الأمر. ينتهي رمضان بنرجع للحالة الطبيعية تاني، لكن طبعا لا ننسى أن هذا النقل من صيام وتناول الطعام سحور وافطار إلى الأيام العادية أحيانا بيتاخد مرحلة انتقالية. صحيح. والجانب دكتور هذا أيضا مهم ذكرت أنت بأن يعني الانتقال من شهر الصيام إلى الحياة أو النمط الحياة العادية، كيف دكتور يمكن لمريض السكري بأن يستعد للانتقال من الصيام إلى نمط الحياة المعتاد عليها بعد شهر رمضان المبارك؟ أكيد هناك يعني أمور وأكيد هناك بعض الإجراءات اللي مفروض إلنا يأخذها المريض بعين الاعتبار مع الفريق الطبي المعالج. مظبوط جدا، وأنا النقطة الأساسية اللي بنصح فيها كل مريض سكر إن هو يكون in control، مسيطر على أمور حياته، فاهم أنا محتاج أسأل طبيبي من قبل هعمل إيه في أول يوم عيد، هل أنتقل إلى العلاج بنفس الطريقة قبل رمضان، هل أعمل إيه بالضبط؟ لا ننتظر حتى يحدث الأمر ونجد أنفسنا في حالة من اللخبطة نعمل. صحيح. طبعا يفرق ما بين شخص بيتناول الأقراص وشخص بيتناول الإنسولين. الشخص اللي بيتناول الأقراص وحيرجع تاني أول يوم العيد بيحتفل مع أسرته، ابتدى صحى الصبح فطر عادي، في تجمع في أكل ساعة الغداء. أحيانا طبعا بعض الناس بتجد مش قادر ينتقل تماما إلى فجأة هرجع للثلاث وجبات تاخد منهم عدة أيام. صحيح. طبعا في نقطة تانية مهمة جدا، الكثير من مرضانا بيكونوا حابين ان هم يصوموا 6 أيام البيض في شوال، فهو انتقال للطعام بس ممكن يكون انتقال متقطع لفترة عدة أيام. صحيح. هذه الأمور كلها يجب علينا كأطباء ومتخصصين في السكري نتناقش فيها مع مرضنا، ناوي تعمل إيه؟ عملت إيه رمضان اللي فات؟ حابب تصوم شوال ولا مش عايز تصوم شوال؟ كمية الطعام اللي انتولها في العيد، هل إزاي أقدر أخد بالي أني لا أكثر من الحلويات والسكريات في العيد بحيث أني ينتظم الانتقال؟ ما فيش وصفة سحرية، لأن طبعا كل حالة تختلف على حسب نوع العلاج اللي بياخدها، إنما بشكل بسيط ارجع لنفس علاجك اللي كان في شعبان تعمله في شوال. صحيح. مع أول يوم عيد ترجع لنفس الكمية العلاج وتوقيت العلاج، إلا لو كان حصل تغيرات شديدة في مستوى السكر في الدم أثناء رمضان مما يستلزم بعض التدخير في الجرعات. صحيح. دكتور محمد طبعا يعني أنتم مثلا الفريق الطبي المعالج بهيئة الصحة بدبي ومستشفى دبي بالأخص، هناك برامج دائما تضعونها الحقيقة لتوعية المصاب بداء السكري وتدريبه الحقيقة قبل الصيام، يعني قبل شهر رمضان المبارك بأسابيع، بحيث أنكم يعني تتأكدون بأنه هو يعني عنده كل المعلومات وأنه أيضا بإمكانه أن يصوم شهر رمضان المبارك. وأكيد هناك أيضا برامج تثقيفية وتوعوية من قبلكم دكتور ومن قبل الفريق الطبي اللي معاك أخصائي التثقيف الصحي، أيضا يعني دعم المصابين بداء السكري لمعرفة كيفية الانتقال من شهر رمضان إلى النمط الحياة العادية. دكتور محمد عندنا دقيقتين فقط يعني مع حديثنا معاك، وحابين الحقيقة خلال الدقيقتين هاي تعطينا نصيحة أو نصائح للمحافظة على الصحة العامة لمريض السكري. التوازن، ما فيش شيء ممنوع، لكن التوازن في كمية الطعام اللي غني بالسكريات والنشويات سواء في رمضان سواء في عيد سواء في الأيام العادية. ما فيش زي ما بنقول شيء ممنوع، لكن في فرق كبير من أن أنا أتناول عدد ضخم من اللقيمات أو أن أنا أخذ واحدة أو اثنين. في فرق بين أن أنا أخذ 7 تمرات وفرق أن أنا أخذ تمرة واحدة.
وهكذا في كل الأمور. صحيح. النقطة الثانية التحاور والنقاش مع الفريق الطبي للوصول عن علم إلى أفضل العلاج لي. التوقيت اللي أقدر أعمل فيه رياضة المشي على سبيل المثال أو رياضة أخرى لو أنا أقدر أن أنا أعملها، جسمي لا يسمح بالرياضة أقدر أكل إيه وأشرب إيه. زائد طبعا الاهتمام بالعلاجات الوقائية. صحيح. سكري لم يعد علاج للسكر فقط، لكن هو علاج للأمور المصاحبة للسكري، الضغط، الكوليسترول. صحيح. الأدوية التي تحمي الكلى، أخذ التطعيمات اللازمة، وهنا نركز جدا التطعيمات اللازمة سواء في الحالات الفارقة زي كورونا أو في الحالات العادية، لأن مريض السكري للأسف معرض للالتهابات سواء فيروسية أو بكتيرية. فهذه النقط المهمة جدا اللي نقدر نكون فيها نعيش حياة آمنة وسعيدة والعمر الطويل إن شاء الله لكل مرضانا. يعطيك العافية دكتور محمد حسنين، استشاري سكري وغدد صماء في مستشفى دبي بهيئة الصحة بدبي. الحقيقة جهود كبيرة تبذلون دكتور أنت وفريق العمل معاك، يعني سواء أخصائي التغذية والتثقيف الصحي لدعم مرضى السكري وإعطائهم جميع المواد والمعلومات الصحية على أساس أن المريض الصحي بإمكانه أن يدير حالته بشكل ذاتي، وهذا جهد كبير تشكرون عليه، ويعطيكم ألف عافية وتقبل الله طاعتك دكتور محمد. أشكرك وأبشر المستمعين أن فريق العمل من هيئة الصحة دبي وخاصة مستشفى دبي 6 منهم كانوا من ضمن المؤلفين للتوصيات الدولية للصيام في رمضان لمريض السكري. ألف مبروك دكتور ويعطيكم ألف عافية. شكرا لك. شكرا لك. مستمعينا الأعزاء بعد الفاصل حديثنا اليوم أيضا عن اليوم العالمي للربو، وبيكون ضيفي الدكتور بسام محبوب استشاري ورئيس قسم أمراض الجهاز التنفسي والحساسية في مستشفى راشد بهيئة الصحة بدبي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء مرحبا بكم، سهلة ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم مستمعين على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى موضوعنا لهذا اليوم، موضوع آخر مستمعينا الأعزاء تحت عنوان اليوم العالمي للربو. والربو من الأمراض المزمنة ويتسم طبعا بحدوث نوبات متكررة من عسر التنفس، وتختلف طبعا في شدتها من شخص إلى آخر، وهناك أيضا بعض المضاعفات تختلف من شخص إلى آخر. لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع يشرفنا اليوم أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور بسام محبوب استشاري ورئيس قسم أمراض الجهاز التنفسي والحساسية بمستشفى راشد بدبي بهيئة الصحة. دكتور بسام صباح الخير. صباح النور يا أهلا، كيف الحال؟ الله يحييك دكتور بسام، وسعداء بوجودك معنا اليوم في برنامج صحة وسعادة، وأيضا حابين الحقيقة اليوم وبمناسبة اليوم العالمي للربو كلمة تحب تقولها دكتور بسام. أولا أحيي الأخوة المستمعين ومن لهم إن شاء الله شهر مبارك، ويعني أن يختم بإذن الله على خير. الحقيقة يعني أن منظمة الصحة العالمية لما تحط أيام معينة هي لزيادة التوعية بشيء منتشر أو بمرض مهمنا نحن نكافحه أو مهمنا نحن نشوف كيف نتغلب عليه. يمكن الناس تعرف على أن اسم الربو يعني الناس تلخبط بينه، وفي ناس تسميه حساسية الصدر، في ناس تسميه الربو، في ناس تسميه الأزمة.
هي كلها حقيقة مترادفات لنفس الاسم. المرض تقريبا يصيب حدود 300 مليون شخص في العالم. هذا اللي نحن نعرفه، لكن يمكن لما تكون الإحصائيات أدق أو لما يكون في كشف مبكر عن هذا المرض تطلع الإحصائية أكثر. في أحد إمارات الدولة لما تم عمل الإحصاء وجد أن الربو هو المرض الأول اللي انتشر عند معظم الناس. عالميا هو مثلا المرض الأول المزمن لدى الأطفال. الأطفال ما عندهم تعرف سكر وضغط وكذا وهذا لا في الغالب يعني. في الدولة أنه تقريبا حدود 10% إذا تحسب الصغار مع البالغين، 10% من عدد سكان الدولة يعانون من هالشيء هذا. إشكالية المرض إن مش مثل الضغط أو السكر ممكن واحد يكشف عن طريق الصدفة أو يسوي فحص دم أو يقيس الضغط ما كذا، لا هي أعراض تأتي وتروح، والأعراض تتشابه مع وايد من المشاكل اللي تصير. مثلا لو قلنا أن أعراضه عبارة عن ضيق تنفس اللي نحن نسميها الضكة أو عدم القدرة على التنفس مثل ما حضرتك تفضلت، لكن الغالبية تجيهم نوبات من الكحة أو من الصفير اللي يطلع فيه الصدر. إشكالية هذا الشيء إن هذه قد تكون أعراض لمثلا نزلة البرد، قد تكون أعراض للالتهاب بفيروس معين، قد تكون أعراض كورونا مثلا. صحيح. فبالتالي الناس قد تتحسب أنه شيء عارض ويروح وكذا، ويبتدي يأخذ أدوية مؤقتة من ضمنها مثلا يقول مضاد حيوي أو غيره أو كذا، ويأخذ لفترة وبعدين ما يخف أو يأخذ دواء كحة وكذا. هذه الإشكالية اللي فيها. الإشكالية الثانية أن الناس ما تصدق أن هذا مرض ممكن يروح ويرجع. بمعنى صح، اليوم أنا ما عندي مشكلة وممكن يكون حالتي طبيعية وأتنفس عادي وما الأعراض مش موجودة عندي، لكن في يوم تاني مثلا كان الجو مغبر مثلا مثل البارحة مثلا، تمام؟ صحيح. أو كان الجو رطوبة أو كان الجو بارد، أو مثلا أنا طفت عدال مكان يصبون فيه، ولا مثلا في حد حاطط أطر قوي أو كذا، ممكن مباشرة تجيني أعراض وابتدي أكح وابتدي واوا. فهو هذه الأعراض دائما لها علاقة بمسبب خارجي. صحيح. شيء تعرضت له من خارج من برا هو اللي يزيد لك المرض، فبالتالي ياخذ الدواء مثلا يروح عند الدكتور ويقول له والله عندك حساسية وعندك كذا وهذا، ويعطيه الدواء ويقعد لفترة بسيطة مثلا نقول أسبوع أسبوعين أموره طيبة، تخف الأعراض لأنها هي طبيعة المرض، ولأنك أنت قاعد تاخذ الأدوية خفت الأمراض ووقف الدواء. مثلا هل تعلم أن حتى في الدولة مع وجود الإمكانيات الكاملة ومع وجود معظم الناس عندهم تأمين صحي واواوا، إلا أن أكثر من 60% من اللي يعانون من هذا المرض الأعراض مش مسيطر عليها، يعني كأن عندك سكر مرتفع أو كأن عندك ضغط مرتفع وكذا، بسبب قلة وعي الناس على أن لا والله أنا حتى لو ما عندي أعراض لازم أخذ الدواء بشكل دائم. الإشكالية الثانية أخوي أنه يبتدي مثلا تيك الأعراض مؤقتا وتروح تروح، بس إذا أنت ما تأخذ الأدوية بشكل دائم القسطرة الهوائية لا سمح الله قد يصير فيها نوع من التصلب، يعني أنه تصير تتسكر وصعب أنه تنفتح وندخل في الشيء اللي سمينا نحن الربو المعقد أو الربو الشديد. صحيح. وهذا له علاج آخر بنتكلم عليه في وقت في نهاية الحلقة يمكن أو كذا، لكن هذه الإشكالية الأساسية أن الناس ما تنتبه أن هذا مرض يروح ويرجع. عدم وجود الأعراض لا تعني بالضرورة أن المرض مش موجود، بالتالي لازم أخذ الدواء بشكل دائم. نشرنا قبل فترة رسالة على مستوى، أقصد ورقة علمية على مستوى الشرق الأوسط،
عن ان كيف ان معظم الناس عندهم اشكاليه في اخذ الدواء بشكل منتظم. طبعا الدوله الامارات ويمكن دول الخليج لحد ما كانت اعلى من بقيه دول الشرق الاوسط في عمليه التوعيه في اخذ يعني اخذ الدواء بشكل منتظم. فاشكاليتنا مع هذا المرض انه موجود حتى مع وجود الكورونا. بالعكس لما يصاب الانسان بالكورونا تطلع الاعراض بشكل اكثر. فهاي هي النقطه. دكتور انت يعني تطرقت الى نقاط الحقيقه مهمه جدا وحيويه للمصابين بالازمات التنفسيه اذا كانت يعني حسب المسميات اللي ايضا ذكرتها انت اليوم دكتور. ولكن يعني انا الحقيقه يعني كنت اتوقع يعني الربو يعتبر من الامراض المزمنه. وانت ايضا ذكرت بان ممكن الشخص في يوم يحس انه ما عنده اعراض وحالته الصحيه طبيعيه، وممكن يوم ثاني تبدا عنده اعراض نتيجه يعني الاشياء الخارجيه يعني اللي ممكن تصير سواء في الهواء او الجو او الغبار او الرطوبه وما شابه ذلك. دكتور اذا حبينا نقارن يعني طبعا بالنسبه للسكري له اسباب ان الشخص يصاب بالسكر سواء يعني سبب وراثي او سبب السمنه او نمط الحياه او امور كثيره. بالنسبه للربو دكتور هل هناك اسباب ممكن ان يعني الشخص يعرفها على اساس انه يتجنب بعض الامور لاصابته بالربو، ولا انه يعني ما له اسباب واضحه علميا يعني؟ ممكن السؤال هذا يكون مهم وايد. حاله او اسباب مثل اسباب معظم الامراض اللي هي مزمنه، بمعنى في جزء كبير منها هو استعداد وراثي. يعني نقول مثلا الشخص اللي عنده سكر يعني اكيد من ابوه او امه او حد من العائله عنده، اضافه الى ان قد هو مثلا ما يكون محاسب في طريقه اكله و الان الربو في نفس الشيء يكون الشخص اساسا في استعداد وراثي. الاستعداد الوراثي او القابليه الوراثيه للربو اقل مثلا من موضوع السكر او الضغط او غيره وكذا، لكن في استعداد وراثي. بس الربو يتاثر وايد ايضا ب الحياه اللي انت تعيش فيه او المناخ اللي انت تعيش فيه. يعني طفل نشا في عائله الاب يدخن او لا يدخن او يستخدمون بخور وايد مثلا او البيت فيه غبار مثلا او في حيوانات. وهي يمكن نقطه مهمه جدا ان المجتمع الامارات الان اصبح يعيش الحياه الغربيه اللي هي جزء كبير من الناس انت تعرف او ما تعرف عندهم حيوانات البيت. صحيح. سواء كان قطط او طيور او كلاب وكذا. طيب وجود الحيوانات هذه ولا كذا بالشعر بالوبر ماله ولا كذا، هذه ايضا بيئه محفزه على ان تزيد الحساسيه. وجود التلوث، وجد مثلا ان اذا كان انت تعيش في مكان فيه زحمه وسيارات وايد او مصانع او غيره او كذا، قابليتك لان تيجي عندك او يطلع عندك الربو اكثر. فبالتالي في اسباب خارجيه الانسان ممكن يتجنبها وفي اسباب استعداد وراثي. لذلك تجيب مثلا واحد يقول لك والله انا موجودين في بلاد التمسح وكذا، من سافرت مثلا بلد اكس ولا كذا الامور طيبه عندي ما عندي شيء وما استخدم. صحيح. طبعا هذا لانه يفرق. وفي ناس العكس، في ناس عنده اذا كان راح الى مكان بارد يتعب ومكان حار ما عنده مشكله. فهو فيها استعداد وراثي بس ايضا في اسباب خارجيه. نعم دكتور. طبعا ايضا احنا بحكم ان ما زلنا يعني موجودين في اجواء كورونا واللقاحات، هل دكتور هناك في علاقه بين اللقاح والربو؟ والله يعني انا اشكرك انك تسالتني السؤال هذا، لان انا يمكن نص يومي يروح ارد. صحيح. على تليفونات او اشوف مرضى يسالوني نفس الشيء. يا جماعه، اولا مصاب الربو اذا يتكرقنا ما يتعب اكثر من الشخص العادي الا اذا كان مدخن. هاي النقطه الاولى للناس لازم تعرفها. اثنين، ادويه الربو بالذات اللي فيها كورتيزون اللي واحد استنشاقيه، بالعكس وجدت انها وقائيه، واحيانا نعطيها للناس المرضى اللي عندهم كورونا حتى لو كان عندها الربو. ثلاثه،
مريض الربو هو من أحوج الناس اللي يأخذ اللقاح. اللقاحات اللي موجودة داخل الدولة كلها واللقاحات العالمية كلها ما تؤثر على المرض. والإشكالية الآن صار عندي أخوي أنا أن يتصلون فيه والله أنا عندي حساسية ما أبى أداوم، اكتب لي ورقة أداوم عن بعد. يا أخي ليش ما تأخذ اللقاح؟ لا أنا عندي حساسية أنا ما أقدر أخذ اللقاح. عنده حساسية من الدوام ولا من اللقاح؟ بالضبط، هي عندي حساسية من مديري بس وما بداوم زين. فهاي الإشكالية. لا أنا أقول له أوكي، أنت الآن أنت كمريض ربو أنت من الفئة المستهدفة للنباب تأخذ اللقاح، بعدين أخي أرجع داوم، لأن الحياة بتستمر. الوضع الحالي هذا ما بيتم إلى ما لا نهاية. مهما كان بإذن الله إن شاء الله، ومنذكركم أنه مهما كان وجهت موجات تعرفات الكل، نهاية في النهاية بإذن الله بنتغلب عن هذا المرض. وطبيعة الإنسان وطبيعة الجنس البشري إن قاوم أشياء وعاش، بالتالي نحن بإذن الله بنتغلب ونحن في مرحلة كويسة جدا. فنرجع لنفس الشيء نقول على أنه يا جماعة اللي عند الحساسية وأنواع الحساسيات كلها ياخذ اللقاح، ما في مشكلة. والآن نحن في هيئة الصحة أصبح غير عن مركز الاتصال، غير عن المراكز اللي تعطي اللقاح، صار عندنا مراكز معينة تعطي اللقاح بإشراف طبي للناس اللي عندهم حساسية. فممكن أنت تتصل وتروح ونسوي لك كذا، حتى لو أنت عندك حساسية من أكل أو غيره وكذا، بشوف الطبيب مختص وبتأخذ اللقاح في وجود إشراف طبي. فبالتالي ما في أذر. الحساسية لا تعني توقف الحياة، لا تعني أنك تشتغل في البيت، لا تعني أنك ما تأخذ اللقاح. صحيح، وهاي نقطة أيضا دكتور بسام مهمة، بأن يعني الشخص قبل لا يأخذ اللقاح مثل ما ذكرت وتفضلت بأن في هناك استشارة طبية مع طبيب مختص، ويتم أخذ التاريخ المرضي، ومن بعدها يتم يعني قرار الطبيب إذا أنت تقدر تأخذ اللقاح ولا لا. بالضبط بالضبط. نعم دكتور، طبعا يعني هيئة الصحة بدبي دائما تولي اهتمام كبير الحقيقة لهذه الفئات أصحاب الأمراض المزمنة، سواء السكري أو أمراض الكلى وأمراض مختلفة في القلب، ومن ضمنها أيضا موضوع مشاكل الربو والتنفسية. لو نستعرض معك دكتور أحدث العلاجات والخدمات اللي توفرها هيئة الصحة بدبي لمتعاملينها المصابين بالأمراض التنفسية المختلفة. طبعا هيئة الصحة موجودة عندنا الآن تخدم أمراض كثيرة يعني، ومن ضمنها أمراض الربو. فبتحصل مثلا معظم العيادات الخارجية اللي نسميها طب الأسرة وكذا، عندهم يكون دائما في العيادة شخص يشوف الربو، أو من ضمن الفريق الموجود فيها حد يكون متخصص يشوف أمراض الحساسية أكثر. بعدين في تواصل قوي بيننا وبينهم، على أن لما تكون الحالات معقدة وكذا نشوفها داخل هيئة الصحة. في المستشفيات الآن في عنا عيادات تخصصية، في عنا عيادات لأمراض الصدر، هذه نشوف فيها مرضى. يمكن الناس ما تعرف أن الآن خلال فترة الجائحة صارنا سنة نقوم بالتواصل مع كل مرضانا، حتى اللي ما أجوا نطمن عن حالتهم ونشوف انهم ياخذون الدواء بشكل صحيح او لا، وعن طريق الفيديو كول او التلي ميديسن طبعا بعد وكذا نشوف حتى نشوف كيف يستخدم الدواء وكيف كذا. وبالتالي هذه ايضا خدمه موجوده الان داخل المستشفيات نفسها. عندنا عيادات تخصصيه، العيادات التخصصيه يتم فيها جميع تخصص الحساسيه، سواء كان مثلا عنده حساسيه اكل او كان عنده حساسيه غبار او عنده او او. بعدين يتم إعطاء جميع الأدوية العادية اللي احنا تكلمنا عليها. أيضا في هيئة الصحة توجد أن أحدث العلاجات يسمونها العيادات البيولوجية، العلاجات البيولوجية مش العلاج الكيميائي، لا هي أحدث الأدوية اللي تعطى بشكل إبر في الغالب. وتعطى بشكل دقيق، وهي أدوية مكلفة متوفرة لجميع المواطنين وحتى للمقيمين اللي عند التأمين يغطي هيئة الصحة. هذه أدوية الآن تعطى للربو المؤقت، تعطى للربو الشديد، تعطى للحساسيات الشديدة سواء كانت حساسية الأنف أو حساسية الصدر أو حتى حساسيات الجلد اللي تترابط وتتداخل مع الأزمة أو مع الربو.
ايضا ان العلاجات المناعيه اللي مثلا واحد انه مثلا الغبار يتعبه او الشجر يتعبه او طلع النخل او غيره وكذا كذا، نعطيهم ادويه من تحت اللسان هذه ايضا تعالج. فهذه كلها علاجات متوفره توفرها الهيئه وهي مكلفه وهي حديثه موجوده. ايضا ان في هيئه الصحه في مستشفى راشد تحديدا ان قسم ابحاث أمراض الجهاز التنفسي تسوي أحدث الأبحاث وبراءات الاختراع في أشياء تعالج قد ما تكون موجودة في أي مكان آخر يعني. صحيح، وهي طبعا أكيد دكتور من ضمن يعني أهدافكم استراتيجيتكم اللي وضعتوها أنتو كقسم الأمراض يعني الحساسية أو الربو، بناء على النتائج اللي ذكرت أنت دكتور بسام في البداية أن في نسبة موجودة يعني بين أفراد المجتمع اللي يعانون من مشاكل الربو. دكتور الحقيقة يعني حديث شيق وخدمات مميزة تشكرون عليها الحقيقة أنت دكتور وفريق العمل المبدع، وجميل الحقيقة جدا يعني كل الكلام اللي ذكرته، ولكن الأجمل بأن ذكرت أن خلال الجائحة من سنين اليوم هناك علاقة وتواصل مستمر بين الطبيب وبين الشخص اللي مصاب بالأمراض المزمنة وهو في بيته، فهاي خدمة جميلة دكتور. أشكرك يعني صراحة، نشكركم شكر جزيل لفريق عملك ويعطيك ألف عافية. دكتور بسام محبوب استشاري ورئيس قسم أمراض الجهاز التنفسي والحساسية بمستشفى راشد بهيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك دكتور. حياكم الله وكل عام أنتم بخير. كل عام أنت بخير دكتور. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى إن شاء الله أن قدمنا معلومات صحية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل المبدع معي اليوم، فريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، ومخرجنا المتألق المبدع دائما الأستاذ أيمن سرحيل. وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.